فضيله الامام الاكبر الاستاذ الدكتور احمد الطيب شيخ الجامع الازهر ورئيس مجلس حكماء المسلمين من اسماء الله الحسنى الشكور ورد في القران اربع مرات ورد ايضا بصيغه اخرى وهي شاكر كما في قوله تعالى في سوره البقره فان الله شاكر عليم ما الفرق بين الكلمتين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله عليه وعلى اله وصحبه وبعد فاعتقد انه سبق لنا ان قلنا ان صيغه فاعل هي صيغه اسم الفاعل ومعنى اسم فاعل يعني فيها مثلا كلمه شاكر او كلمه غافر اسم فاعل بمعنى ان فيها اسم وفيها فعل وهذه الصيغه تقول ان هذا الاسم فعل هذا الفعل آه. ذات وفعل آه ذات وفعل, زات وفعل. آه. آه يعني ذات آه فعلت هذا الفعل ده كل ما تفصح عنه صيغه فاعل وتسمى باسم الفاعل يعني لا تقدر تقول عليها اسم لوحدها لان عندنا اسم وفعل وحرف آه. لكن في حاجه اسمها اسم فاعل واسم مفعول اسم الفاعل ده هو يعني ذات فعلت الفعل. أه لكن الاثنين في صيغة واحدة. وده غير الفاعل اللي ما عايز اخلي الحصة أنا نحو. بالعكس فهم اللغة العربية مهم, آه مهم معاي. جداً. نعم. ودي حاجة بسيطة ممكن تفهم يعني مش معقدة. الهدف هو فهم معاني وعي. هذا وعيه لأن هذا الكتاب هو الذي يعني دفع المسلمين دفعا الى وشجعهم الى ان ينيروا الغرب في ايام يعني في عهد الظلمات وينيروا الشرق ايضا وفي 80 سنه 80 سنه كان المسلمون في الاندلس وفي الصين وكان اهل الاندلس يستقبلون المسلمين استقبال الفاتح لانه وجدوا فيهم كما نقول طوق نجاه في كل الامور فبعثوا هناك الحضاره وبعثوا كذا وكذا وكذا والان احنا ننظر القران للاسف الشديد حتى ابنائنا حتى الناس اللي هم يعني النخب وكذا وكذا لا ينظرون الى القران النظره التي يستحقها القران ويجب على المسلمين ان ينظروا اليه هو منهج حياه ومنهج حياه طبعا، آه. منهج حياه مش مجرد كلمات تحفظ وشوف وما كما قال الحديث في وصف النبي صلى الله عليه وسلم في وصف وصفه أو اوصاف كثيره فمن ضمن اوصافه من تركه من جبار قصبه. واحنا اللي عايشين في ده. ولا طبعا في الفم ماء كثير ولا انما انا اعرف سببه ايه؟ سببه انك انت عندك الدواء الذي تستهين به. آه. وهو الدواء الوحيد. في العله الموجوده الان. نعود الى 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 الفاعل شاكر قلنا شاكر شاكر تدل على انه يشكر او ان الله اسند اليه الشكر لكن لما قلنا شكور هنا بقى تدل على ان هذه الصفه ليست صفه تحدث مره ويكفي انما تحدث مرارا آه. تحدث مرارا تفيد الكثره تفيد الكثره آه. تفيد الكثره وحتى وردت في حديث بشكار بس بالنسبه للعبد جعلني لك ذكارا لك شكارا من ادعيته صلى الله عليه وسلم فاذا هنا ورد في في حديث ابي هريره بصيغه الشكور واجمعت عليه الامه فاذا ورد يعني بصيغتين صيغه شاكر ليثبت لله سبحانه وتعالى صفه هي انه يشكر عباده وايضا وردت بصيغه شكور ليفيدنا ان هذا الشكر الذي ثبت له في الصفه السابقه ليس يعني وصفا قاصرا على مره واحده او مرتين وانما هو كثير وطبعا يفهم من كده بيفهم من من ايات اخرى انه ايضا مستمر وباقي مش عايز افرط في التامل هنا يا مولانا لكن لماذا لم ترد صفه شكار في القران على ربنا سبحانه وتعالى على اعتبار انه شكار فيها الديمومه تفيد الاستمرار قد تفيدها ايضا شكور يعني ليس بلازم ان يكون شكار بمعنى دائم مم. ولكن تفيدنا الشكور لان برضه يعني الـ الـ الشكر ليس كالغفور الغفور شغال مع الناس كلها حتى آه. العصاه محتاجينه طول الوقت اه يعني محتاجينه ويتعامل مع يعني كل الفئات مع كل الفئات ومع معصيه دائمه يعني ما فيش هيجي وقت الانسان يبقى ملك لكن هنا ده مرتبط بمن يشكر ومعلوم ان من لا يشكر موجود. طب هنا بقى من يشكر؟ ربنا سبحانه وتعالى بيشكر مين من عباده؟ آه. وبيشكرهم ازاي؟ آه الشكر اللي هنا يعني اللي نقول ماخوذ اللغه ماخوذ من ايه؟ الشكور ماخوذ من يعني في اللغه يرجع الى آه يعني حينما تذكر آه صفات آه الممدوح واحد مثلا تذكر صفاته أنه هو مثلا إنسان مهذب مؤدب عالم كذا 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 الصفات دي إذا كانت يعني صفات ذاتية تسميه ثناء ثناء آه. هنا ذكره بذكر صفاته هذا ثناء لكن حينما تذكر له أفعاله أنه مثلا يطعم المساكين وأن هذا الذكر شكر فالشكر نستطيع ان نقول انه يعني ذكر الصفات الجميله او الصفات الحسنه في في المذكور اه نثني عليه آه، نثني عليه، لا الثناء هو بقى ذكر الصفات الذاتيه فيه آه. فاذا كان اذا كنت تذكر صفاته الذاتيه فهذا ثناء اذا كنت تذكر صفاته الفعليه فهذا شكر فا واذا يعني الشكر اذا شكر الله عباده هكذا فهو من صفات الذات اما اذا شكر شكرهم باعتبار افعالهم وما يقومون به من خير وتراحم والى اخر الصفات الحميده فهذا شكر من الله سبحانه وتعالى لعباد كما نقول في مناسبات العزاء شكر الله سعيكم بالضبط نعم شكر الله سعيكم شكر... هنا نعم. شكر الله فعلكم فعلكم خضوات آه. سعي خضوات آه. نعم آه. هذا هو المقصود من شكر الله سبحانه وتعالى للعباد كما ذكرنا يا مولانا اسم الله الشكور ورد في القرآن الكريم أربع مرات. في ثلاث منها اقترن باسم الغفور، في الرابعة اقترن بالحليم كما في سورة التغابن والله شكور حليم. ما الحكمة في اقتران اسم الله الشكور بهذين الاسمين الغفور والحليم؟ وحضرتك يعني هناك علم متخصص في تذييل تذييل الآية. آه يعني الآية ختامها حت... آه بس ختامها بما يبرر الأحكام التي صدرت في يسمونها يعني في صدر الآية وعجز الآية فهناك علوم يعني تتحدث عن هذه الآية تتضمن كذا وكذا ثم زيلت بوصف كذا وكذا بما يعزز المعنى اه بما يعني لازم اكتشاف المناسبة بين التذييل وبينما ذينت له وهو ما سبقها ما, ما سبقها فواضح طبعا شكور حليم ان الشكور يقتضي الحلم يعني لا يعني لا يكون شكورا الا اذا كان حليما, حليما. فهذا ما موجود هناك مثلا برضو اوصاف كثيره يعني يظن كثيرون انها جاءت هكذا يعني اعتباطا او لا هناك علم متخصص في اكتشاف التناسق او التناسب حتى يسمونها مناسبه ما مناسبه ده ايضا ليس مناسبه تذييل الايه بما قبلها بل مناسبه الايه بما قبلها يعني في علم المناسبات كمان علم المناسبات ده هو ربط الايات كيف يعني ليه جت الايه دي ما المناسبه ان ياتي الى احيانا تحدث عن مجال معين ثم تجد ايه يعني بالتعبير بك الى 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 مجال اخر مم. ثم الى القران كله متكامل كله متكامل آه، كل ف... آية مبنية على ما قبلها مبنية مبنية مبنية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحددها ضعوا هذه الآية في مكان كذا من سورة كذا وده توقيفي يعني ده ترتيب مش... المصحف ترتيب المصحف توقيفي يعني لا يصح لأحد أن يأخذ آية ويحطها مع آية يقول لك لا والله إيه لا ل... و... وحتى الآن لم نقرا في 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 الذين تفرغوا لكتابات نقد القران من قال ان هذه الايه ليست في موضعها وكان المفروض ان توضع في مكان اخر هذا لم يحدث ولن يحدث طبعا لانه يعني من حكيم عليم او حكيم عليم يعني, فيلم. فال يعني الحل الشكر يقتضي الحل واضح انه يعني الذي يشكر ده يعني مش ممكن يكون شكور وفي نفس الوقت غضوب او نفس الوقت يعني كيف يشكر وهو غضبان قليل الحلم قليل الحلم مستحيل, مستحيل مستحيل ربنا سبحانه وتعالى ايضا اطلق صفه الشكور على بعض العباد نعم ففي سوره سبأ قال وقليل من عبادي الشكور نعم وايضا الرسول عليه الصلاه والسلام قال لسيده عائشه رضي الله عنها أفلا أكون عبدا شكورا؟ من هو العبد الشكور يا مولانا؟ طبعا العبد هو قليل من عبادي الشكور لأن الشكور هو الذي يؤدي شكر النعمة ونعمة الله سبحانه وتعالى محيطة بالإنسان في كل لحظة من لحظات يومه طول حياته فيعني في يصعب جداً من تجده ينتبه ويلتفت إلى هذا المعنى في كل حركاته وسكناته ويشكر الله قليل من عباده يشكر قليل لأن الإنسان الإنسان كما قلنا مثلا أنه يأكل ويشرب وينام ويهيأ له أن واجبات الأكل يعني من حقه أو شيئا فشيئا العادة تبدل عنده ملكة التيقظ لمن وضع أمامه هذا أو مهد له هذا الطعام يعتبر أو يعتبر النعمة تحصيل حاصل طبعا آه. كانوا أو من ألبسه وما إنما ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبع كل تصرف من هذه التصرفات بالشكر لله والدعاء لله والحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى طوال الوقت طبعا لأنه طبعا يعني كان إذا مثلا لبس يقول الله الحمد لله الذي رزقنيه من غير حول مني ولا قوة اللهم ألبثني من سياب الجنة ثم كان ده الشكر اللفظي ثم يعمد إلى ثوبه الخلق القديم فيتصدق به نظامه كده فده الشكر العملي قليل اللي هو طبعا على هذا النمط في هذا أيه. لكن الناس يشكرون طبعا حين تأتيهم نعمة كبيرة تلفت أنظارهم <applause> أو حينما مثلا يقعون في ضائقة ثم تفرج عنهم هذه الضائقة. فإذا ليس العبد شكور بالمعنى يعني هو قليل من ولا ده واضح معروف يعني. حتى معظم المؤمنين كلهم يعني تقريبا ما عدا يعني الناس اللي هم متيقظين للحضور الإلهي معهم في كل حركاتهم وسكناتهم. فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين سنواصل الحديث عن اسم الله الشكور في الحلقة المقبلة بإذن الله. وأحبّائنا الكرام إلى أن نلتقي مجدداً مع الإمام الطيب سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.